السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نسمعوا الإعلام المصري أشنو قال على مباراة المنتخب المغربي والبرازيلي، وأشنو قال على صلابات الدفاع المغربي، وكذلك تنقل الكرة بسلاسة في الخطوط الثلاثة، وكذلك أشنو قالوا على أسد المرابط صمام الأمان ديال الدفاع المغربي، وكذلك 23 هزيمة ديال الدول العربية، وأخيرا المغرب كيكسر هذا الرقم وكيفوز على البرازيل 2-1. بقاو معنا نشوفوا الفيديو. لكن انتصار الاول قدام البرازيل تاريخيا، ومباراه المغرب ما خدتهاش بالحظ او بالصدفه او بفرصتين، لكن مباراه عن جداره وعن استحقاق، وتشعر انه اللعيبه في الملعب على قدم المساواه، بل انه في بعض المراكز في الملعب تشعر ان المغرب اشرس. قدام فينيسيوس، قدام رودريجو، قدام الجن، لعيبه المغرب واقفين في الملعب صلبي صلابه دفاعيه وصلابه هجوميه ايضا في التحولات بشكل مرعب. سواء كان الامر يعتمد على جماعيه الفريق وانت بتدافع وانت بتهاجم، او لما بتحتاج الفرديات، او لما احتجت مقاعد البدلاء. في النهايه الكيمياء كلها كانت ماشيه، ويحسب لهذا المنتخب انه بعد كاس العالم لم يتعرض الى اي انتكاسه. كنا بنتكلم عن ده، وانا سايب لك بقى الفرصه انك تشرح ده كاملا. يعني شوف، انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الشراسه والقوه اللي كان بيلعب بها لعيبه المغرب. يمكن افتكرت حالا دلوقتي صديق عزيز مغني مغربي مهدي المحجور قال لك ايه، الرجوله بحر قلوا فيها العوامه، ولكن مع المنتخب المغربي الرجوله بحر كتروا فيها العوامه. عايز اقول لك ان المنتخب المغربي باللي اداه في مباراه البرازيل يا محمودي مش مجرد انتصار عادي، لان انت بتتكلم النهارده المواجهات العربيه البرازيل مع البرازيل 23 مواجهه سابقه. مواجهات كلها ايه؟ 23 خساره للمنتخبات العربيه. 71 هدف سجله البرازيل مقابل 9 اهداف سجلته المنتخبات العربيه. فبالتالي انت لما بتتكلم عن مباراه زي مباراه المغرب والبرازيل على الملعب الكبير في طنجة، بالحضور الجماهيري الرائع، بالتيفو الاروع اللي بداوا بيه المباراه، صنعت التاريخ وان كان من خلال مباراه وديه، لان هو اول انتصار لمنتخب عربي على المنتخب البرازيلي. زي ما انت شرحت في عجاله واتكلمت وقلت ان المنتخب المغربي زي ما بيدافع بكتله واحده بيهاجم بكتله واحدة، وكأنك حصل كده ديجافو او فلاش باك وقعدت تتفرج على مباريات كاس العالم. انا صحيح. كنت اكني بتفرج مش في طنجة، انا بتفرج على مباراة كانت في كاس العالم في قطر بنفس الكيفية، حتى بنفس التشكيل اللي كان بيبتدي بيه وليد الرجراجي، اللهم الا من تغيير واحد، سليم املاح مش موجود، موجود مكانه اللاعب اللي بينتظر مستقبل باهر بلال الخنوس، اللي اصبح في كاس العالم ممتاز. اصغر لاعب في تاريخ العرب بيشارك في قائمة او يشارك في مباراة لما لعب في مباراة الثالث والرابع. طيب عايز اتكلم على كذا حاجه ليها علاقه بالمغرب. اولا يحيى عطيه الله، لانه الراجل اولا ودي مهمه جدا، مع المغرب غير مع الوداد، في تحول في الاداء الفردي ليحيى عطيه الله، دي حاجه. والحاجه الثانيه انك بتوفر لاعب بيشغل كذا مكان وبتستدعيه في مباراه صعبه جدا، وبيطلع في النهايه واحد من اهم نجومها، وبالتالي على الصعيد الذهني انت جاهز، على الصعيد البدني حاضر، على الصعيد الفني كمان المستوى في تطور عن ما احنا بنشوفه عن الدوري المغربي. شوف، انا بشوف ان يحيى عطيه الله واحد من اللعيبه الملهمين في الكره المغربيه، لان لاعب كان بدا في اسفي وبعد كده احترف في الدوري اليوناني وفشل فشل ذريع، يرجع على الوداد يتالق ويكون واحد من نجوم الدوري المغربي، وبعدين ينضم وعلى عكس كل التوقعات لما تم الاستعانه به في مباريات كاس العالم البطوله الابرز والاقوى، أدى مباريات كانت أكتر من رائعة، وشفناه هو موجود أكنه بيلعب في فرق كبيرة جدا، وإن كان ده طبعا مش تقليلا من نادي الوداد البيضاوي، لأن الوداد واحد من الفرق القارية الكبيرة جدا في أفريقيا وبيمتازوا بجماهيرهم كمان. فيحيى عطية الله اللي بيأديه من المستوى اللي بيعمله ده محمودي مش غريب عليه تماما، لأنه بص الدوافع بتبقى مختلفة. أنت نجم في الوداد، ولكن النجومية بتظهر أكتر في المنتخب لأن الدوافع بتبقى أكتر وأكتر. في لعيبة تمثيل النادي طبعا شرف كبير، والانديه الكبيره اللي تمتلك شعبيه كبيره، ولكن التمثيل والشراسه بتاعته بتزداد وتركيزه بيزداد في المباريات الجماهيريه، وخاصه المباريات بتاعه المنتخبات. فيحيى عطيه الله واحد من التحول طبيعي، التحول طبيعي، يعني انا مش مستغرب، وان كان مش نوع مش احنا بنقول كده فهو بيأدي اداء سيء مع الوداد، لا بيأدي اداء رائع، ولكن تحس بالقدرات الفنيه بتاعته، امور مختلفه، لان برضه اللي حواليه مساعدين وبيعلم من الريتم بتاعه والاداء بتاعه. طبعا مباراة ممتازة لسفيان بوفال، وضع طبيعي، ساحر في كل الأماكن وفي كل الأوقات وفي أي دوري بيلعب فيه، لكن عايز أقف عند مرابط، لأنه فيه
تجميع صور لسفيان مرابط بعد المباراة ظهرت، والصور دي كان ليها علاقة بنجوم ريال مدريد في أرض الملعب. يقال، ما عنديش المعلومة بنسبة 100%، لكن يقال أنه كشافين برشلونة ما يزالوا على مقربة من مرابط ومتابعينه في كل المباريات الكبيرة. فمرابط كان موجود في أرض الملعب في عدة تدخلات، مش بقول أنه عشان عارف الناس بيتفرجوا عليه، لكن بقول أنه بيبان قوته وصلابته واحتكاكاته مع اللعيبة في أرض الملعب بنفس القوة اللي كان فيها في كأس العالم. فكانت الصور مع فينيسيوس ومع رودريجو ومع ماليتاو ومع نجوم المنتخب البرازيلي من ريال مدريد أهو بيوضح القصة دي، بتوضح القصة دي مع كل لعيبة ريال مدريد. اتفضل يا فندم. يعني بص، سفيان مرابط تحس فعلا ان هو اسد من اسود المغرب بتدخلاته بقوته بقوه شخصيته. حتى في اللقطه اللي حصل فيها تحول وقطع للكره محمودي، سجل كازيميرو في الجزء اللي كان مفروض ان يتواجد فيه سفيان مرابط لان هو ما كانش لحق المنتخب ان هو يرجع ويقف ويتمركز بشكل جيد. سفيان مرابط بالاداء اللي بيأديه من كاس العالم وحتى اداؤه في مباراه البرازيل، لا فعلا لاعب يعطيك الطمانينه. النهارده سليم املاح غاب قطعه مهمه في خط الوسط مع عز الدين وناحي اللي كان متواجد في المباراة، كان الثلاثي دايما بنشوفهم، ولكن وجود سفيان مرابط بيديك الطمأنينة وبيديك الجاهزية الفنية في وسط الملعب، حتى وإن كان جنبيه لاعب واعد وكبير زي بلال الخنوس وليه مستقبل كبير. فسفيان مرابط واحد من اللعيبة اللي فعلا يوم ورا التاني بيثبت ان الانديه الكبيره اللي بتبحث عنه ما كانش ده من فراغ. يليق على برشلونه، يليق على كل اي نادي بصراحه. بالاداء الرجولي كمان اللي بيأديه والنضج الفني اللي بيظهر بيه في المباريات كمان. انا اتمناه اكتر في مانشستر سيتي، لو طبعا انت عارف انه اخر الموسم ده جوندوجان برناردو غالبا ماشيين مش موجودين يعني. انا اتمنى في سيتي لانه اولا في استقرار. برشلونه مهما عمل في الوقت الحالي لكن الامور مش مضمونه، فاعتقادي انه مع سيتي مع جوارديولا مرابط هياخد كل حاجه ناقصاله عشان يكون لاعب وسط مكتمل على المستوى العالم. هو النقطه اللي ما فيهاش شك محمود انه هيبقى اضافه لاي مكان هيكون موجود فيه. ولكن طبعا مع عمل الاستقرار اللي انت بتتكلم عليه اعتقد ان الامور الفنيه بتاعته هتزداد اكتر وهتتضرب في الضعف كمان. اخر حاجه يحسب للمغرب جدا انك ذهنيا كنت حاضر بعد 1-1.